انتو ما تسمعوا في صبيحنا هكا متواصلة معكم العشرة متاع صبيح. مرحبا بكم نسيكول تو سويت الانترفيو دو جور. معنا القيادي في حركة النهضة سمير ديلو. مرحبا بك على راديو ميد. اهلا وسهلا، مرحبا بك وجميع مستمعيكم وصباح الخير. مرحبا بك سي سمير. تقدمت بشكوى ضد زوز من المعتدين عليك لفظيا في معتمدية راس جبل، قالوا لك كلمة أو جملة ولا عاش في تونس من خانها. هل تعتبر هذا الاعتداء سي سمير نيران صديقة؟ زوز تربطك بهم روابط ايديولوجية وفكرية؟ لا ما عندها حتى علاقة بالنيران الصديقة، هو بلوتو قصف عشوائي، لأنه الناس هذوما ما ثم حتى روابط لا سياسية لا فكرة لا فكرية لا ايديولوجية. وأنا الشخص هذا وقت اعتدى عليا في البداية ما كنتش نعرف شنو خلفيته، فقط هو اعتداء وأنا اشتكيت على هذا الأساس. هو كان اعتداء لفظي ولكن تطور إلى محاولة اعتداء بدني. وقت اللي دخلوا عوائل الأمن بعد اللي اتصلت بهم تبين اللي الشخص هذا شخص معروف لديهم، عنده سوابق حاكم سابقا وأنه عنده ملف كامل. وأنا رغبتي في التتبع فقط باش ما عادش يكرر السلوك هذا، لا معايا لا مع غيري، مع حتى مواطن تونسي ما عنده الحق يعتدي على مواطن اخر سواء كان شخصيه عامه ولا مواطن ما عندوش حتى اهتمام بالسياسه، ما يعتدي عليه في الشط قدام الناس قدام عائلته. اي ينتمي لاي فكر سي سمير الزوز هذوما المعتدين عليك؟ ينتمي لاي فكر؟ لانه الثاني كانت مساله بسيطه وطلب السماح وانا اسقطت حقي في تتبعه، ولكن الاول انا ما يهمنيش فكره، وانا اللي يهمني هو العمل المادي اللي قام به. اعتداء وانا برشا كلام ما نحبش نقوله لانه لسببين، السبب الاول لانه القضيه تعب بها القضاء، والسبب الثاني لانه كلام ما نجمش نقوله في الاذاعه، ولكن كان كلام كبير يعني كان تهديد وكان شتم وما كانش كلام بسيط. لو كان كلام بسيط ربما كنت نتعدى وما نسافرتوش. اي هو اتهمك بالخيانه استنتاج هو سي سمير ممكن يكون من تنظيم متطرف او فكر متطرف السيد هذايا. ثم سي سمير في عهد الترويكا كان فما محاوله نتاع استيعاب لهؤلاء للناس هذوما اللي عندهم تقريب فكر متطرف، لكن فشلتوا في الحوار معهم. علاش؟ ما نعرفش شكون اللي حاول استيعابهم، الدولة ولا أطراف سياسية، ولكن ما يلزمش نخرجوا من التاريخ نبقاو كان في الجغرافيا، يفو كونتكستواليزي. الناس هذوما في البداية كانوا يعملوا في الخيمات الدعوية وكانوا يقولوا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، وسمحت لهم الحكومة اللي قبل الانتخابات باش يعملوا مؤتمر فكرة وما كانتش فيهم إيقافات واسعة، وزعيمهم كان يستقبل في بلاتوات نتاع الإعلام. وقت اللي النيابة العمومية دخلت مرة باش تمنع حوار معاه بس في إذاعة خاصة زميلة ليكم، قامت القيامة على اعتبار أنه هذا حد من حرية التعبير، ولكن تطور الأمر من بعد أصبحت اغتيالات وأصبحت عمليات إرهابية، وشيء طبيعي أنه رد الفعل يتغير وقت تغير الممارسة. لكنكم طلبتوهم بالصبر بحكم أنه الجيش مش مضمون والأمن مش مضمون، يعني في الحوار الشهير متاع السيد رشيد الغنوشي كانوا على يمينكم، كانت فما علاقة ربطكم نوعا ما، كانت حتى صور قيادات من حركة النهضة ربما شق من حركة النهضة بعينه كان يقعد معاهم وكان ربما يطبع معاهم. لا ما نعرفش علاش صيغة الجمع طلبتوهم بالصبر. لا قلنا شق، لا هذه صور موجودة حاجات موثقة. لا خليني أقول لك عاد. تفضل. ما أنت سألت أنا مسؤول. لا خاطر ما جمعتش أنا فهمتني. تفضل. قلت طالبتهم بالصبر وتنجم ترجع للتسجيل بعد الحديث هذايا. ما يلزمش كلام يتقرب في الجامعه، هذايا كان كلام نسب للشيخ رشد الغنوشي وقامت عليه القيامه حينها ورد عليه. اذا كانت تسالني سؤال علاش صرح هكا نجم نجاوبك، ولكن ما تجمعش. لا انا قلت شق بعينه، ما قلتش الحركه الكل والا. تفضل سيدي. لا انا ماني هذاك الجزء الثاني، انا نعلق على طالبتهم بالصبر، انا لم اطالب احدا بالصبر. الشيخ راشد الغنوشي قال كلام في سياق معين وجاوب عليه من بعد وهو الاقدر على الجواب عليه. بالنسبه للتصرفات اشخاص ولا المرشد اشخاص، كما قلت منذ قليل كان ثم سياق معين في البلاد، كل انسان مسؤول عن تصرفاته. الناس اللي تعاملت بشكل معين مع الظاهره هذه من الاطراف الكل مش كان حركه نهضه برد، ارجعوا للصور والتسجيلات تاع مؤتمر سكره وغيره تلقاو انه ثم ناس خلفيتهم علمانيه وكانوا حاضرين من المجتمع المدني والمدافعين على حقوق الانسان، ولكن بعد يبدو لي ثم اجماع حاليا، ثم اجماع في رد الفعل وقت اللي ثم اصبح
هناك فعل واضح مبني على خلفيه تكفيريه وممارسته هي ممارسه قائمه على سي سمير. سي سمير سي سمير ما تراش انه الاعتداء اللي صار عليك بالطبيعه احنا ندينوه الاعتداء هذا، ما تراش انه مأتيه يعني ربما حاله الاحتقان او انه ربما حركه النهضه اللي كانت في فتره ما في الحكم ما وفاتش بكل وعودها والانتظارات نتاعها بالنسبه للشعب؟ فما انتظارات كانت يعني سمعنا على وطن شغل وغيره وما تمتش الانتظارات هذه. لا سؤالك غريب جدا يعني واضح للاعتداء عنده خلفيه معينه. انت قلت مطرفين في جريده الشروق توا صباح انا قلت مطرفين صراحه في جريده الشروق. خليني نكلمك. تفضل. معناها انا ما نحبش نكيف انسان من مظهره، مش نقول هذا كنا نعيبوه قبل، مش نقول ملتحي ولا مش ملتحي، انا ما يهمنيش. انا ما يهمنيش شنو شكله، ولكن اللي يهمني الاعتداء. واثر ذلك وقت اللي جاء قوات الامن من اللي شافوه عرفوه، قالوا انت فلان بن فلان لانه هذا شخص في شيء وعنده ملف وعنده سوابق. يعني مش سياسي الاعتداء. يعني مش سياسي الاعتداء. شنو علاقه شخص بالمواصفات هذه بالاحتقان وبالاداء؟ هذا موش قائم على احتجاج اجتماعي ولا علاقه بالسلطه، هذا شخص عنده خلفيه معينه، راى شخص عدى قدامه شخصية سياسية شخصية عامة عنده مواقف معينة وعنده تصريحات معينة. سي سمير هو قالك جملة، هو قالك سي سمير هو قالك جملة ولا عاش في تونس من خانها، نفهموا منها انه السيد هذا عنده موقف سياسي منكم انتم، يعني هذا شنو فهمنا منه احنا سي سمير؟ معناتها وكان فما خيانة، معناتها وكانوا فما معناتها انتظار هذا كان بداية الاعتداء، ولكن انا ما نجمش نعاود كل ما قيل لسببين كما قلت لك. اولا لانه ثم كلام ما نجمش نعاوده ما يتقالش في 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 اذاعه، وثانيا لانه الملف هذا متعهد به القضاء. واضح. القضاء حرر محضر كامل من صفحه ونص، وكان ثم شهود حرر على الشهود وعمل مكافحه، والقضيه واضحه بما لا يدعو مجال للشك انه هذا كان اعتداء. انا ما نحبش نكبرها ياسر، ما نحبش نصغر لصيفتي. واضح. واني عندي فرصه باش نتكلم في الاعلام بينما هو ما عندوش، ولكن انا اصراري، وهذا البعض ما ربما ما فهموش لانه انا يعرفوني اني عاتي ما نحب نشتكي لحتى حد. انا تعرضت لعشرات الاعتداءات والاتهامات والاشاعات وما رديتش، ولكن المره هذه فقط لانه نحب الشخص هذايا، ومن خلاله كل الاشخاص اللي ممكن يفكروا باش يتعاملوا كيف ما هو ما يتجرؤوش على الناس باتهامات باطله وباعتداءات واضحه. طبعا اي اعتداء مدين، احنا من جهتنا ندينوا الاعتداء هذا سي سمير بالطبيعه. شكرا. واضح. شكرا. سي سمير هو سؤال بصراحه يجر السؤال. سي سمير ماك تعرف الصحافيين يحبوا يسالوا برشا. سي سمير طبعاً. هل خانه النهضه وعودها الانتخابيه بتحالفها مع نداء تونس وانضمامها في الائتلاف الحاكم اليوم؟ لا، اللي يتصور انه السياسه اولا هي علم صحيح، ولا يتصور انه السياسه هي اقوال ما عندها حتى علاقه بالواقع وتطور الواقع ينجم يقعد عايش في الحلم. ثم نوعين من التعامل مع الواقع، ثم تعامل مع الواقع اللي قائم على السعي الى درء المفاسد وجلب المصالح، على انك تحاول تتعامل مع واقع متعقد وفي اكراهات صعيبه، تحاول تبذل اقصى ما تقدر باش تحصل افضل ما يمكن من النتائج. وثم واقع اخر في البلاد، هما الناس اللي يسهروا الماضي 3 ولا 4 نتاع الصباح شادين الكلافيه قدام اورديناتور، اللي كفر ويحلل ويحرم، واللي يتهم بالخيانه واللي يشتم واللي يقذف واللي يتهم بالفشل، ويقوم غدوه ماضي ساعتين بعد الزوال عينيهم منفوخه، وهذاك هو اسهامهم في يعني منتقديكم يعني منتقديكم هم يعني حاسس ما تشير مجموعه من الفشل يصبحوا راقدين يصبحوا ما فهمتش يعني هذا هو منتقديكم نظرتكم لمنتقديكم انا محفظني من الفشل يباتوا للصباح ويصبحوا راقدين. هذا اذا كانت قراءتك الكلام هي هذه انا نقول لك راي غلطه. انا ما قلتش هذا، انا قلت لا احنا نحب نوضحوا راهو يا سي سمير احنا مش قاعدين نخدموا. لا لا هذا قراءتك وانا عندي الحق نعلق عليها. طبيعي. راي غلطه. انا ما قصدتش هذا. تفضل. ومش ممكن ابدا باش نقصد هذا، لانه كل عمل بشري سواء في اطار الحكم ولا في اطار الفن ولا الرياضه ولا الثقافه هو اجتهاد بشري، نجم يكون فيه اصابه نجم خطا، وما نجم حتى انسان عنده جرام من المعقوليه ومن الواقعيه ومن النزاهه ما يقبلش النصح. اكثر من ذلك انا نقول لك مش نقبلوا النقد النزيه فقط، كما تعرف نحن نقبلوا حتى النقد غير النزيه. النقد النزيه يسمح لنا باش نغيروا اخطائنا باش نستفادوا من النصيحه، لانه نجم تجي الحكمه ظلت المؤمن من اي مكان نجم ياخذها. وحتى النقد غير النزيه يعلم الانسان انه يضبط اعصابه وانه يتملك نفسه وانه يتمتع برد الدم. هو حتى النقد داخل حركه النهضه سي سمير موجود، وانتم تمارسوا الديمقراطيه داخل حزب نتاعكم حزب حركه النهضه، عندكم شق في حركه النهضه مناهض للتحالف مع نداء تونس؟
لا ما عندناش شقوق في حركة النهضة، عندنا تعبير حر على الآراء. أي آراء شخصية معنا. التعبير الحر على الآراء يكون في المؤسسات ويكون في النقاش قبل اتخاذ القرار ثم أثر اتخاذه، ونجم أكثر المدافعين عليه هم الناس اللي كانوا ضده عندنا النقاش، ولكن كما في كل الأحزاب ولكن أقل بكثير جدا من الأحزاب الأخرى على أحيانا بعض الناس اللي يعبروا عندهم أكثر حرية في الكلام. نحن عندنا سعة الصدر باش نتقبلوا الشيء هذا وما نتعاملوش كما يتعاملوا ربما البعض إحالات لمجلس التأديب ويطردوا بغير ذلك، معناش في تقاليدنا شيء هذا. نحن عندنا سعة الصدر واسع. واضح سي سمير ديلو. نحكيوا اكتواليتي سي سمير، تمت المصادقة على قانون الإرهاب وغسيل الأموال. المنصف المرزوقي الرئيس السابق يقول أنه قانون مكافحة الإرهاب سيء لأنه أدخل جريمة الإعدام اللي تمس بمس خطير من الحريات والحقوق. شنو رأيك في الرأي هذا؟ لا أنا نتفق وما نتفقش. أنا من الناس اللي ضد عقوبة الإعدام بشكل عام، وأنا أقلي جدا في أصدقائي في الموضوع هذا. وأنا أيضا ضد عقوبة الإعدام في قانون الإرهاب لأنها بالإضافة إلى الاعتبارات المبدئية من باب النجاعة أنا أعتبرها كونتر بروديكتيف، ما فيها حتى فايدة، وعندي أسباب لذلك نجم تاخذ وقت. وأنا كان المفروض باش نقدم 19 مشروع تعديل في المجلس إضافة فصل في القسم الأول ثم 18 نفصل يلغي عقوبة الإعدام من كل الفصول اللي فيها العقوبة هذه، ولكن للأسف الشديد في إطار كتلة حركة النهضة لم تقبل هذه المشاريع ونحن ما نصرفوش صورة فردية، فبالتالي ما هذا ما خلاليش الفرصة أني قدمها للمجلس. في هذا الباب أنا نتفق مع السيد رئيس مصر مرزوقي في أنه كان المفروض باش ما تكونش عقوبة الإعدام، خاصة أنها في 2003 قانون 2003 ولو هو مش مرجع ولكن ما كانتش في المشروع اللي قدمناه نحن في 2013 ما كانش ينص على عقوبة الإعدام. ولكن تقييمي الإجمالي للقانون أنا ما نتفقش معه، نتفقش فيه مع السيد رئيس، ما هو شيء سيء. القانون هذا هو أفضل ما نجمنا نوصله له، ديما قابل للتحسين إن شاء الله. في الممارسة تورينا شنو النقاط السلبية وديما ثم إمكانية لتحسينه، ولكن يوفر حاجتين: أكثر نجاعة للقوات الحاملة للسلاح باش تواجه الإرهابيين، ولكن أيضا يؤدي إلى مستوى متقدم من حماية حق الإنسان ومن ضمان شروط المحاكمة العادلة. واضح. البارح كان معنا هنا سي عماد الدايمي كان نحكي على مسألة قانون الإرهاب، قال أنه فما أطراف معقدة من مسألة الإرهاب حسب تعبيره، أشار ربما الطرف أكثر طرف تعرض القانون هذا قانون 2003، أنتم كنتوا أكثر طرف سياسي كانت تعذب به القانون هذا. قال أنه الأطراف هذه سرعت إلى التصويت على قانون الإرهاب رغم لأنه في برشا غموض ومفاهيم غامضة، كما بار اكزومبل الإرهاب ماهوش معرف والإرهابي. شوف كاينه يعني تبرئة ذمة، يعني سامحني سمير كاينه تبرئة ذمة، يعني احنا انا ضد الارهاب، انا صوتنا على قانون الارهاب. شوف اخي الكريم، تفضل. اكثر الناس اللي حكاوا على القانون هذايا بعضهم ما قراهش، انا شفت تعليقات، مستحيل يكون اللي قال التعليق هذاك قرا القانون لانه الجواب بديهي وواضح. وثم نوعية اخرى اللي هما اصدقائنا وزملائنا في المجلس ومنهم سي عماد، هذوما تناقشنا معهم في اطار اللجان وتناقشنا معهم في الجلسة العامة، واحيانا وجهة نظرنا كانت مفحمة، ولكن عندهم الحق باش يتمسكوا بآراء. انا شفت تعليقات تقول انه العشرة اللي ما صوتوش على القانون هذايا ولا احتفظوا باصواتهم هم الناس المبدئيين والناس اللي مع حق الانسان، والناس الاخرين هم بهم عليهم وفيهم صفات سيئة الكل. انا اقول الناس هذوما كلمة واحدة، ارجعوا اقرأوا القانون لا اكثر ولا اقل، اللي يحتاج انه باش يفسروا له تفسروا له، ولكن الناس هذوما ما همش اكثر منا حرص على حق الانسان وعلى شروط محاكمة العدل. يعني ترى انت يعني انه القانون كافي هذا لمكافحه الارهاب حتى ما ينجمش مثلا ينحرف في مستوى التطبيق وانه يتحول الى خطر حقيقي على حقوق الانسان؟ اولا لا يعلم الغيب الا الله، ثانيا ما ثماش حتى قانون كافي باش يحمي. ما فما مؤشرات، سامحني سي سمير، متفاهمين انه لا يعلم الغيب الا الله، اما احنا هنا نحكيو في علم السياسه، فما مؤشرات نسبيه لا ممكن يولي يختار وممكن لا. شوف ما تقفش عند الكلمه، انا اللي قاعد نجاوب فيك في الملاحظات اللاحقه. قلت لك اولا لا يعلم الغيب الا الله، ثانيا ما ثماش حتى قانون وحده يكافح الارهاب، ثم جمله من الشروط بعضها تشريعي قانوني وبعضها لوجستي وبعضها ثقافي ادبي فني رياضي تربوي بيداغوجي، المواطن عنده قيمه، المجتمع المدني عنده دور، سيادتك وزملائك الاعلاميين عندهم دور كبير في مكافحه الارهاب. هذه كلها شروط متضافره سون دي كونديسيون كوميلاتيف، يعني ولكن إذا يكون عندنا نقص في هذوما يضر المستويات الأخرى. إذا كان ما عندناش قانون جيد حتى ولو الإعلام والأدب والثقافة يقوم دوره
ديما القاضي وقت ياخذ قدامه متهم اذا كان ما عنده نص قانوني يسمح بالافلات من العقاب يلقى الارهابي فاي يخرج منها رغم انه مدان. المستوى الثالث مش القوانين حتى الدساتير احيانا التجربه العمليه والممارسه تبين نواقص تستوجب الرجوع لها، وذاك علاش ما ثماش حتى نص قانوني غير قابل للتنقيح. ما ثم نص وحيد غير قابل للتنقيح هو كلام الله عز وجل والقران، ولكن كل النصوص من الدستور وانتهابت كلها قابل للتنقيح. قانون مكافحه الارهاب اذا تبين لاحقا انه فيه حوايج لازم تتعدل، فما حوايج لازم نضيفوها باش نوفروا حمايه اكثر لحقوق الانسان، والا باش نوفروا اكثر شروط محاكمه العادله، ولا باش نوفروا اكثر حمايه لاعوان الامن واعوان القوات المسلحه، ولا باش نوفروا نجاعه اكثر. نرجعوا لها في اقرب وقت ان شاء الله. واضح سي سمير. سؤال اخير من فضلك، هو في دقيقه من زمان كملوا سؤال، نشوفوا في حركه النهضه انها تقوم بوساطه وساطه بين الجزائر وتونس، وساطه بين الاخوان والعسكر وقت اللي مشيت للسعوديه او مشى للسعوديه راشد الغنوشي. يعني اذا كنا نحكيوا على الوساطه بين الحكومه التونسيه والجزائر، هل نفهم منه انه الاجواء متوتره بين الجزائر وتونس؟ لا، اللي تقوم به حركة نهضة مع السلطات الجزائرية والإخوة الأشقاء الجزائريين ماهيش وساطة بينهم وبين الحكومة. حركة نهضة عندها سمعة جيدة وعندها علاقات جيدة وعندها أناتو إكستراوردينير هو شخصية الشيخ راشد الغنوشي وسمعته وعلاقاته. الشيخ راشد كما يعلم الجميع هذا موشتر عنده صداقة شخصية بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولكن ما يلزمكش تنسى انه السيد رئيس الجمهوريه ايضا سي الباجي قايد السبتي عنده علاقه صداقه شخصيه مع سي عبد العزيز بوتفليقه الرئيس الجزائري اللي ترجع الى عشرات السنوات، وقع فهم بخصوص الاتفاق اللي حصل مع امريكا. ولاحقا فيما روج من بعض الاشاعات حول طبيعه هذه العلاقات والقاده العسكريه التونسيه قامت السلطه التونسيه قامت بدورها في محاولة التوضيح. حركة نهضة تحاول بوسائلها، وبين قوسين لازم تعرفوا أنه بعلم السلطات التونسية الشيخ راشد الغنوشي ما ثماش مرة يسافر للجزائر أو لدولة أخرى في مسألة عندها علاقة بالشأن العام إلا ويعلم السيد رئيس الحكومة ويعلم وزارة الخارجية ويعلم السيد رئيس الجمهورية شخصيا. واضح. شكرا لك سي سمير ديلو القيادي في حركة النهضة، ميرسي بوكو على قبول المداخلة. شكرا لك. هذه صباحنا هاكم متواصلة معكم للعشرة متاع صباحا، راجعين.